السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم مبروك، نهار مبروك. اليوم إن شاء الله غنصوم معكم واحد شهوة، نبدأ على بركة الله. يا بسم الله. بسم الله. اليوم غنصوبو دجيجة ديال شوف الفران بالشرمولة. غادي الشرمولة اللي غنديرو ديال الشينوا بلا صوص الشينوا، وواحد لاصوص ديال المحار ديال البحر. دابا غنديرو معلقة ديال السوجة ومعلقة ديال المحار البحر، هو هذا ثقيل. وغنزيدو معلقة ديال الهريسة، معلقة الهريسة، وغادي نزيدو معلقة ديال الموطارد وشوية الملحة لأن السوجة مالحة، وشوية الإبزار. هادو هما لي صوص لي عندنا. غادي نديرو واحد الضامة ديال الثوم، ولا دير الثوم لي عندك عادي محكوكة جوج دريسات. هادي غادي نفتخوها هنا بهاد الطريقة. غادي نخلطو لاصوص وغادي ندهنو الدجاجة. بلا قزبر بلا معدنوس بلا توابل، غير الملح والبزار لي زايدين، ولا موطارد، ومعلقة الهريسة، ومعلقة ديال السوجة ديال الشينوا، ومعلقة السوجة ديال البحار المحارات هذوك ديال لي زويتخ وليمون سكري. دابا غنجيبو الدجاجة، هي هادي الدجاجة. دابا غادي ندهنوها، كنحلوها على جوج هكذا فوالا. غندهنوها مزيان تتشرب، وغادي نديروها في الفران مدة ساعة الا ربع على حسب الدجاج. كان كبير نخليو تيطيب، كان صغير مرة مرة تقلبوه. هذا هو الدجاج. دابا غنديروها في المول ديال الطياب. دابا غنديروها في المول ديال الطياب. اللي بغى يسرح البصلة في قلبها يديرها، بغى يديرهم غير بوحديتهم يديرها هكذا. كنحلوها هكذا، تنخبو لاصوص عليها بهاد الطريقة. أنا ما غندير لا بصلة لا والو. صافي، دابا غندخلوها للفران. ملي توجد أنا معاكم. نزيدو دابا ناخدو شوية البطاطا، نغسلوها، نقطعوها على ربعة بهاد الطريقة على حسب. غناخدو جوج خيزويات، بغيتو تقطعو بهاد الطريقة، بغيتو تقطعو بهاد الطريقة هادي بحال بحال. غادي نزيدو القرعة حتى هي، نزيدو القرعة حتى هي، وغادي نخلطو كل نديرو ليهم لقمة ملحة والإبزار، الإبزار الملح، شوية الموطارد، شوية الهريسة أو زيت الهريسة غير شوية. صافي، كنخلطو هادشي. أي توابل بغيتي تزيدها تزيدها، كمون ملح اللي بغيتي تزيدو زيدو، حتى التحميرة اللي بغيتي ديرها في بلاصة الهريسة الا ما كنتيش تاخدها. صافي، دابا غادي نديرهم في الفران. غادي نخليهم هكذا ناشفين، حتى يطيبو على خاطرهم. دابا
غنديرهم في الفران. شوفو مديرين في الفران هما هادو، يلا درناهم. دابا ها هو الدجاجة سيرة كتوجد، الخضرة تاهي هاهي كطيب. الخضرة دابا وجدات، هاهي بحالا مشوية، وحتى الدجاجة تاهي راه وجدات. الدجاجة تاهي وجدات، شوف كي جات محمرة. هاهي دابا صبيناها هنا في هاد الطويجين ديال الصبان، لذيذة وسهلة وفي ساعة كتوجد، وبالصحة والعافية. الخضيرة تاهي غزالة. باي باي.